حبايبي عاملين ايه؟ واهلا بيكم في قناة انا يوم وانت يوم. ان شاء الله باذن الله النهاردة هنعمل الحليب المكثف المحلى بطريقة سهلة خالص. المقادير اللي احنا هنحتاجها، هنحتاج كوباية من الحليب البودر وكوباية من السكر البودر وتلت كوباية من المية المغلية، اهم حاجة تكون مغلية وسخنة، ومعلقة من الزبدة. هي دي المقادير اللي هنحتاجها. اول حاجه هنعملها اللي احنا هنجيب خلاط وهنحط فيه الحليب البودر. وبعد كده هنحط عليه السكر. كده هنحط المية المغلية، مش هنحط المية كلها، هنحط حبة حبة ونضرب وبعد كده نكمل المية. بعد ما ضربناه كويس وبقى بالقوام دوت، نحط عليه الزبدة. نضرب تاني، حسينا لو هو عايز مية تاني نحط له حبة مية تاني. كده هيبقى شكل الحليب المكثف اللي احنا عملناه. شايفين عامل ازاي وصنفه عامل ازاي؟ باقل التكاليف عملناه في البيت بدل ما نشتريه من بره بالغالي. لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير وسبسكرايب. Just.